ونبقى في أحوال سجن حما، وينضم إلينا سيف العبد الله مراسلنا من حما ومن الزيارة تحديدا عبر الأقمار الصناعية. بداية أهلا بك، يعني اليوم العاشر على التوالي من إضرابهم عن الطعام، ما هو حل المعتقلين في سجن حما؟ نعم نغم، بالفعل يدخل إضراب معتقلي الرأي في سجن حما المركزي يومه العاشر، ويصر المعتقلون هناك على استمرار الإضراب عن الطعام، حيث لا يستقبلون أي طعام يدخل إليهم أو تحاول قوات النظام إدخاله لهم، وبالتالي يتخلصون منه في النفايات أو لا يستقبلونه بشكل كامل، وذلك في إصرار منهم على استمرار الإضراب وإيصال صورتهم ووضعهم للعالم الخارجي طبعا، ويستمر أيضا للتواصل معهم رغم صعوبة الاتصال بهم، وذلك نتيجة أجهزة التشويش التي وضعتها ميليشيات أسد الطائفية بالقرب من السجن، وذلك في محاولة تغييب ما يجري داخل السجن عن العالم الخارجي. ولكن هناك اتصالات مباشرة ومستمرة، يتم إرسال صور وفيديوهات ومناشدات للعالم، سواء كان الشعب السوري أو حتى المنظمات الإنسانية والحقوقية. وأيضا هناك يعني يعاني الآن بعض المعتقلين من حالات صحية في الحقيقة صعبة نتيجة البرد الشديد ونقص في التدفئة، وربما شهد البعض منهم حالات إسهال نتيجة أيضا نقص في الطعام وعدم تناول الطعام من النظام أو من محاولة تقديمه وإدخاله لهم. طبعا هذه الحالة في الحقيقة هي حالة نتيجة قرار النظام في إعدام أكثر من 11 شخص، منهم محكومين بالإعدام وأيضا بالآخرين تم إحكامهم أحكام مؤبدة، وذلك لفقط معارضتهم ربما النظام أو حتى خروج في مظاهرات سلمية منذ 7 سنوات، وأصدر هذا القرار بحقهم ومحاولة نقلهم إلى سجن صيدنايا لتنفيذ الحكم فيهم. نعم سيف، يعني في هذه الحالة ماذا عن غياب المنظمات؟ يعني هل هناك أي دعم من المنظمات؟ أي تفقد لحال السجناء؟ نعم يعني بالفعل تحاول المنظمات الحقوقية في الداخل السوري، سواء كانت هيئة القانونيين السوريين أو حتى منظمات مهتمة بحقوق الإنسان والمعتقلين يعني في الداخل السوري، إيصال هذه الرسالة، رسالة المعتقلين إلى المنظمات الدولية، ولكن في الحقيقة هناك عدم تجاوب كبير وعدم تجاوب يضع حد لهذه التصرفات التي يقوم بها النظام في داخل السجن أو القرارات التعسفية التي يصدرها بحق المعتقلين، بالإضافة إلى أنه يستمر في الحقيقة في الاعتقالات. يعني البارحة تم اعتقال أكثر من 12 شاب من مدينة درعا قادمين إلى إدلب، وتم اعتقالهم في حواجز حما في مدينة حما، وتم اعتقالهم أيضا في المعتقلات المجهولة المغيبة تماما عن العالم الخارجي. نعم، يعني ماذا عن أهالي حما؟ هل فكروا القيام بأي وقفة تضامنية مع المعتقلين؟ هل هناك أي تحركات من الأهالي؟ نعم يعني بالفعل يحاول الأهالي القيام بربما تحركات احتجاجية، تحركات احتجاجية ومناشدات ووقفات احتجاجية عند سجن حما المركزي، ولكن في الحقيقة هناك صعوبة بالغة نتيجة الوضع الأمني الغير مناسب. ربما يقوم النظام باعتقال ذوي المعتقلين في حال قاموا بهذه التصرفات أو بهذه الاحتجاجات، وذلك نظرا لأن النظام لا يلتزم أو لا ليس له عهود أو مواثيق دولية يقوم بها أو يلتزم بها. نعم، إذن أشكرك على هذه المعلومات سيف العبد الله، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الزيارة.